السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الخمسينات في كوبا قام الجنرال الدكتاتور باتيستا اللي كان يحكم كوبا في هذا الوقت، قام بإعلان في الراديو وفي الإعلام في كوبا، قال أنه زعيم المعارضة وزعيم الثوار فيدل كاسترو مات. طبعا فيدل كاسترو ما مات وكان حي يرزق. السبب الخلى باتيستا يكذب وإعلام هكا يكذب أنه يكسر معنويات الشعب في كوبا ويكسر معنويات الثوار. نفس أسلوب الكذب والدعاية اللي كان بيستخدمها باتيستا في الخمسينات ما زال يستخدم من عدد كبير من الحكام الدكتاتوريين والمستبدين، وعلى رأسهم طبعا إدريس ديبي وإعلام هجة في الأيام الفاتت قاموا بدعاية وكذب. لكن أنتوا كتشاديين تعرفوا إدريس ديبي كذاب كبير، وإعلام هجة إعلام هنا كذابين كبار. في الأيام الماضية قامت قوات من المعارضة المسلحة في شمال تشاد سيسي مسير قاموا بهجومين على قوات MPS التابعة للدكتاتور إدريس ديبي. أذكر أن إدريس ديبي كانوا نائمين وقموا على أصوات هذا المهرجان. أنا عندي صور لجنود هنا إدريس ديبي الماتو، وما ندور نوصفكم وجوهنا لسببين. السبب الأول أنه إكرام الميت دفنه، والمفروض ما نوصفكم صور وجوهنا الناس الماتو. ما ندوروا أهالي في تشاد يشوفوا صور هنا في فيديو في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. والسبب الثاني أنه أنا صراحة كمواطن تشادي حزين على الجنود الماتو دول، سواء من جنود هنا سيسي مسير أو سواء من الجنود هنا التابعين للجيش هنا إدريس ديبي، رغم أني أنا معارض طبعا. وأنا حزين على الأولاد دول أكتر من إدريس ديبي، لأن إدريس ديبي ما يفرق معه الناس دول يخطم قدام، كان ماتوا وكان ما ماتوا ده يدافعوا عنه. يا الهناس سيما سير الماتوا نحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله. ماتوا رجال يدافعون عن الوطن، يدافعون عن العرض، يدافعون عن الشرف. هم ما الماتوا جاي قاتلوا دفاعا عن الدكتاتور الطاغية يوم القيامة يرشنوا. متنا دفاعا عن المزة هندة، ولا متنا دفاعا عن الدكتاتور اللي اختصب البنات وسرق ثروات البلاد وتدمر مستقبل شبابنا كت، تقولوا شنو يوم القيامة بالله عليكم؟ إدريس ديبي ما هندا وأهلا وأخوانا وسالي وباتي والدوسة والجماعة الحلوين دول كلهم قاعدين هناك مرتاحين في القصور، يلزوكم أنتم في الصحراء تواجهوا أسود الصحراء. الإيالات اللي قاعدة يشوفوهم دول بلا شوفوا دواس هنم. انت قاعد تداوس مع نادم عندك قضيه، نادم جاي يدافع عن حريه، جاي يدافع عن شرف، جاي يدافع عن يجيب حريه لناسه ولاهله ولبلده، انت تمشي تداوس مع نادم باع الدنيا ودفاعنا دفاعنا عن ادريس ديبي؟ شوفوا يلا تناس سي مسر اللي قاعد يدوسوا كيف ده دواس انا ناس دول في دواس ولا في فرح دول ولا في يرس ولا قاعدين وين هم دول؟ دول جاي يدوسوا بالطريقه دي لان عندهم هدف. الانسان اللي عنده هدف مع الانسان اللي ما عنده هدف ده قتال هنم ذات شك. إدريس ديبي والإعلام إدريس ديبي يقول الحرب كر وفر. شنو يعني كربتوا بعض الأبطال هنا سيسي مسير المعارضة المسلحة وقتلتوا بعض مهمم قتلوكم وبهدلوكم؟ شوفوا الأسلحة اللي دمروها يا للدولة. وإدريس ديبي وإعلام هجة ووزير الدفاع يعرفوا أديل كي يا للدولة جم وبهدلهم هناك في الصحراء. قتلوا كم من أسكر هنا ديبي
وكتروا ودمروا كم مدرعات حقين وقعيات ونم الدبابات هنم. شوفوا الصور، هم ما يعرفوا لكن يكذبوا، يكذبوا وهم ما عارفين ان هم مكذابين، وعارفين انه عنينا نعرفوا هم مكذابين، ومع ذلك مستمرين في الكذب. والسبب انه الكذب ده ما لينا احنا، الكذب ده لأسياد في فرنسا، الكذب ده للخواجات هناك. فانتوا يا شعب تشاد اتحدوا ورا الثوار، اتحدوا ورا المعارضة، اتحدوا علشان تحرير هنا تشاد للشعب الكادي كله. المعارضة المسلحة سيسي مسير، والمعارضة الآخرين القاعدين هناك في الصحراء دول كلهم قاعدين هناك، ما لليكم انتم. إدريس ديبي يشاكيكم مثل بيس يولو له هو لمير وهمي كي تقدر تتعرض في الوهم العنصرية. هم من دول قبلية، قبيلة هنامكي قبيلة هنامكي، يشاكيكم بقبائل وانت تخصدوا. قتلوا ناسنا في دار وداي وعشعلوا فتنة قبلية هناك، وانتم قاعدين تقولوا شنو ضد دار وداي. قتلهم ناس في دار وداي هناك، عذبهم تعذيب يا اخي، تعذيب ناس في غوانتانامو باي ما شافوا، وانتم ساكتين ما تهجوا. وداي اوكي تمام مشكلة حقنا. قتلوا قران في انجيلي، معليش دول قران. قتلوا ناسنا في دار تاما، دار تاما. قتلوا يالتنا في ودا في مندو، اللي مندو دول صار دول هناك ده، وكده دول ولا نينا. وهكذا كل يوم يقربوكم واحد واحد ويجوا يشاكيكم مثل البسة، بس بالمياره بالاشعه الليزر الوهميه. انت تقعدوا تستعرضوا في الوهم، انت تشادي ده تشادي موفمان اساسي مسير، ده موفمان تشادي كل يوم. وفوق ناس من الجنوب، فوق ناس من الشمال، فوق ناس من الشرق، فوق ناس من الغرب، يقعدوا يشاكيكم ويقولوا لك ما هذا هو ذا القبيله الفلانيه، القبيله الفلانيه. في وسائل الاعلام حقهم جاي يقولوا لكم الكلام ده مخصوص علشان يشاكيكم، يقولوا لكم ده موفمان ده ولا هناك يا اخي. انت من وين؟ انت يا نفرك شنو؟ انت مالك نفرك شنو يا اخي؟ انت تشادي ولا ما تشادي؟ نفري ساو، لازم كانوا لك نفرك شنو؟ دوري نفري ساو، اكل راسك يا اخي. النصارى عندهم عبارة يقول لك fool me once shame on you، fool me twice shame on me. معناته شنو؟ كان شاشيتني كرة وايد ده عيب عليك، لكن كان شاشيتني كرة اتنين ده لعب علي أنا، لعب ما عليك أنت. إدريس ديبي يقعد يشاكيكم ويقول لك القبلية وده نفر شنو وده نفر شنو، ويلقطوكم واحد واحد ونمشي بعيد ما له. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. 30 سنة أنت تلدغ من نفس الجحر، تلدغ لما تطلع زيتك، ولسه يشاكيك بنفس الكلام الوهمي. 30 سنة من العذاب والقهر. أمشي شوفوا الفيديوهات عن تشادين بانتر في الفيسبوك واليوتيوب، وتشوفون زول أكلوا قرص عن تشاد كيف. وأنت كان قاعد داخل تشاد وكان مسؤول، نمروا الشيفوتي ده رسلوا لنا ياتو بواتساب، رسلوا لنا في نمرو ده، بس رسلوا لنا معلومات اللي عندكم، جيبوا لنا معلومات صحيحة علشان نعلمه ونفهمه شعبنا كيف نزل لك ياكلوا بلدنا. وقت الناس يشاكوك بقبلية، ده زمن ده عدى وولى يا أخي. الحرية يا أخواني وأخواتي الشاديات في كل مكان، الحرية ما تجي بمصمصة الشفايف وتقعدوا تهجوا هناك وترجوا الناس يال دقاق يمشوا يموتوا في الصحراء علشانكم. أي نادم خليه يسيء قدرة هجة. أنت كان قاعد فين جمينا وقاعد في حكومة أنا إدريس ديبي اليوم، وتدور تساعد الشباب القاعدين برا، نمرد داكو رسل لنا المعلومات اللي عندك. أنت كان قاعد داخل جمينا، رسل لنا فيديو، رسل لنا دوكيما، رسل لنا معلومات اللي عندك، وأننا نوع الشعب أنا كاد داخل كاد وبرا كاد، ونوصف العالم انه ادريس ديبي رجل ظالم. الله يجيب العافيه لبلدنا تشاد، ونشوفكم في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.